بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة في المحاضرة التامنة والجزء في تكملة المسائل الفريمز طبق بتاع الفريم في تشابتر اللي هو Structure Analysis. كنا حطينا شوية بدايات المحاضرة اللي فاتت عن كيفية التعامل مع الفريمز، وكان من أهم النقاط اللي ركزنا عليها ان انت تبقوا عارفينها. اول حاجة هو انك تعرف تفرق ما بين التو فورس ممبر والمالتي فورس ممبر. اما احنا قلنا ان التو فورس ممبر دوت يا اما ممبر اندر تنشن اهو هنا تي وهنا نفس التي، يا اما الممبر ده يكون اندر كومبريشن هنا بي وهنا ايه وهنا فورس بي، او ان يكون عندي مالتي فورس ممبر. وفي حاله المالتي فورس ممبر يبقى عندي فورسز بقى ايه من اماكن كتيره، فورس اف 1 فورس اف 2 فورس اف 3 وايه وهكذا. ده كان اول نقطه ركزنا عليها في شرحنا. كان تاني حاجه هي البولي. لما قلنا ان انا عندي بولي الكورد عليها بالمنظر ده او بالمنظر ده او ايه او واحد عدل واحد انكلايند، قلنا ان الرياكشن بيبقى عكس اللي مرسوم. يعني هنا هرسم رياكشن كده هنا كده، هنا هرسمه دي اكس وايه ودي واي. وبدانا نحط خطوات لحل مسائل الفريمز. لما قلنا ان انا يا اما ادرس الفريم ككل لو كان اللي مطلوب هو اكسترنال رياكشنز بس، يا اما ان افك كل جزء لوحده. وقلنا ان انا عندي تلات اتجاهات من الحسابات. الاتجاه الاولاني ان انا ادرس 3 unknowns، منفعش يبقى اروح للاتجاه الثاني اللي هو 4 unknowns، منفعش يبقى انا اروح للاتجاه الثالث اللي هو ايه هدرس 2 parts together. طبعا مسائل المحاضره اللي فاتت كانت كلها لا تتعدى ان انا عندي ايه 3 unknowns. تعالوا النهارده نغطي على او نغطي الجزء بتاع الفور انونز ودراسه التو بارتس. يلا بينا. في المساله ديت بيقول لي اف ذا بيج ات بي از سموز، بيقول ان الوصله اللي عند البي ديت كانت ايه سموز ما فيش فريكشن. يعني ديترمن ذا كومبوننتس اوف ذا رياكشن ات اي اند سي، عايز يعرف الرياكشن عند الاي وعايز يعرف كمان الرياكشن عند الفيكسد سبورت سي. ده بياكد ان هو فيكسد. طبعا فاكرين الفيكسد ده بيبقى عنده رياكشن وعنده كمان ايه كابل مومنت. باسلوب التفكير اللي اتعلمناه المحاضره اللي فاتت ببدا اسال نفسي هو الرياكشنز اللي طالبها انترنال ولا اكسترنال. طبعا في ناس قدامي هتقول لي يا دكتور انا مش فاكر ايه اصلا انترنال ويعني ايه اكسترنال. افكرك، external يعني supports بتثبت الفريم ككل في ارض او سقف او حيطه. يعني انا شايف ان السي ده بيثبت لي الفريم في الحيطه ديت، يبقى ده external. الاي مثبت لي الفريم في الارض، يبقى ده برضو external. طب البي، قال لي لا البي ده مسمار رابط الفريم ببعضه يبقى اسمه internal. يبقى ده دول external وده ايه وده internal. طيب تعالوا نمسك سوا الخطوات الاعتيادية بتاعت حل مسائل الفريم. كنا احنا قلنا اول step search for the two force member، دور في المسألة على التو فورس ممبر في ولا لا. طب تعال انا لو بصيت على الممبر اي بي، الممبر اي بي اللي هو المايل ده، هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده الرياكشن اللي عند الاي ولا هي عنده الرياكشن اللي عند البي؟ طب لو مسكنا الممبر اللي هو بي سي، بي سي عنده ايه؟ هيقول لي عنده الرياكشن اللي عند البي
وعنده الفورس اللي هي ال 500 وعنده الرياكشن اللي عندي السي. طبعا انت عديت غلط لان انت بالعد ده هتقول لي ايه؟ خلاص يبقى الممبر اي بي ده تو فورس ممبر والبي سي ده مالتي فورس ممبر. الكلام ده غلط. طب ايه اللي خلاه غلط؟ بص شايف الرقم الخبيث ده اهو 900 نيوتن متر، ده في كابل كمان اهو 900 نيوتن متر. طب يا دكتور معلش، مش انت قلت فورسز، انت ليه دلوقتي عديت الكابل؟ اقول لك، هسالك سؤال. لو انا قلت مثلا ان ده تو فورس ممبر وحطيت الفورس ستنشن اهو، جيت هنا حطيت اف بي سي وحطيت هنا اف سوري اف اي بي واف اي بي اهو، البادي ده كده متزن ولا مش متزن؟ هيقول لي متزن. لا استنى، ده في كمان 900 نيوتن متر، اوعى تنساهم. هل ينفع ده يبقى متزن؟ طبعا لا. يبقى معنى كده ان وجود الكابل مومنت مع التو فورسز ما يخليش الممبر ده تو فورس ممبر، يخليه ايه؟ يخليه مالتي فورس ممبر هو كمان. يبقى ما تعدش فورسز بس، تعد فورسز وايه؟ ومومنتز. انا حتى عند الممبر بي سي نسيت ان في هنا رياكشن نسميه مثلا ام 1 لانه فيكسد سبورت. يبقى الستيب رقم واحد مش موجوده معانا، مفيش تو فورس ممبر. طب الخطوه الثانيه، سيرش فور ثري انونز. دور لنا على ايه؟ على حاجه فيها ثري انونز. طب يلا بينا. جيت هرسم الفريم ككل مثلا. الاي ده بين عنده اي اكس وعنده اي واي. عنده اي اكس وعنده اي واي اهو، اي واي ادي السهم بتاع الاي واي. ونقطة سي عندها سي اكس وعندها سي واي وعندها مومنت، تعالوا نسميه ام 1 زي ما قلنا. وعند الفورس ال 500 وعند الفورس الكابل مومنت اللي هو 900 نيوتن متر. طب ارسم الرياكشن اللي عند البي؟ لا. ليه لا؟ لان ده فريم، فالانترنال ما بنرسموش لما اكون برسم الفريم. طب هما دول كام انون؟ 1 2 3 4 5. يا نهار ابيض، يعني الفريم طلع عنده انونز اي اكس واي واي وسي اكس وسي واي وام 1. يا نهار ابيض، ده ما ينفعش خالص. طب نعمل ايه؟ قال لي دور في مكان تاني. ايه هو المكان التاني؟ قال لي تعالى نرسم الفري بادي دايجرام للممبر ده وتعالى نرسم الفري بادي دايجرام للممبر ده. هنا بي وهنا ايه؟ هنا بي مرة تانية وهنا في نقطة عليها فورس اهي وهنا نقطة سي. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام، يلا بينا، هنا عندي سي اكس وسي واي وعندي المومنت اللي هو ام 1 وعندي هنا فورس اللي هي ال 500. نيجي هنا نقطة A عندها AX و AY، أرسمه مايل كده يطلع مايل كده أهو، قعد المرة دي AY أهو. وفي مومنت ما ننساهوش جاهز أهو 900 نيوتن متر. نيجي بقى للبي ده، موجود هنا وموجود هنا، أجي أرسم BX وأرسم BY واجي هنا العكس اهو بي واي وبي اكس. يلا عد الممبر اي بي. الممبر اي بي عنده ايه؟
عنده اي اكس وعنده اي واي وعنده بي اكس وعنده بي واي. طب نمسك الممبر اللي بعده اللي هو بي سي، عنده ايه؟ عنده بي اكس وعنده بي واي وعنده سي اكس وعنده سي واي وعنده ام 1. ايه ده واضح ان هنا مفيش 3 انونز. الخطوه الثالثه واضح ان دي ايه؟ فشلت اهي. قال لي سيرش فور انونز، 3 of them are concurrent. عارفين يعني ايه concurrent؟ يعني متقابلين في نقطة واحدة. فور انونز، والله انا شايف ان الفريم 5 والممبر بي سي 5 والممبر اي بي 4 بس ولا حاجة متقابلة مع حاجة. نقطة اي عندها اي اكس واي واي بس، ونقطة بي عندها بي اكس وبي واي بس. يبقى الخطوة رقم 3 ايه؟ فشلت. الخطوة رقم 4، التشيك رقم 4، قال لي study two parts together، ناخد سيجما مومنت ايكوال زيرو at different points، at different points. ايه الكلام ده؟ يعني انا لو درست الممبر ده مع الممبر ده اخد المومنت هنا عند الاي واخد المومنت هنا عند السي، اقول له اه، قال لي برضه مش هتتحل. طب ندرس مثلا مين؟ ندرس الفريم وندرس الممبر، برضه مش هتتحل. يبقى واضح ان انا عامل حاجه غلط. ليه؟ لان الاربعه تشيك كلهم طلعوا غلط، ما تحلوش. طب ايه الغلطه؟ ده انا كل اللي عملته ان انا رسمت فري بادي دايجرام وعديت عدد الانونز وبحل، ايه المشكله؟ اقول لك يبقى اكيد انت راسم فري بادي دايجرام غلط، او كان في تو فورس ممبر موجود وانت ما طلعتوش. طب تعالوا نمسكها واحده واحده. التو فورس ممبر، لا يا دكتور ده ما فيهوش اي شك، ده عنده رياكشن عند الاي والبي والمومنت معروفه. والممبر الثاني ده عنده سي اكس وسي واي وعنده مومنت وعنده 500 وعنده رياكشن عند البي، يعني كده كده ده مش تو فورس ممبر. يبقى واضح ان قصه التو فورس ممبر مالها؟ مضمونه. طب نيجي لرسم الفري بادي دايجرام. انت البن ايه ده بن رسمته اكس واي واي، والسي ده فيكسد سي اكس وسي واي ومومنت، لكن البي افتكر معايا البي ده موجود في مجرى، شايفين الحفره اللي محفوره ديت؟ ده اسمه جايد. فاكرين الكولر؟ اه، قلنا ان البن زيه زي الكولر، لو موجود في مجرى يبقى الرياكشن نورمال على المجرى ديت. يبقى انا في رياكشن رسمته غلط، ضرب لي الدنيا تماما. لازم اركز وانا برسم. يبقى واضح ان قصه البي اكس والبي واي غلط. اهو امسح البي اكس والبي واي اللي انت راسمهم دول، اهو مسحناهم اهو. امال نرسم ايه؟ قال لي ارسم رياكشن نورمال على الجايد. اهو ادي الرياكشن، مش هنسميه بقى بي اكس واي، هنسميه ار بي. عامل 90 مع مين؟ مع المجرى اللي كانت هنا اهو، 90 الزاويه دي 90 درجه اهي. وطبعا هاجي هنا اعكسهم اهو، ادي الار بي. يبقى لان هنا عندي جايد يبقى الرياكشن بتاع المسمار اللي هنا لازم يكون ايه؟ نورمال على الجايد. راجعوا معايا الرياكشن سبورتس رياكشن. طب معلش، هي الغلطة دي يعني هتحل لي الموضوع؟ تعال نشوف، تعال نشوف هتحل الموضوع ولا لا. واضح ان الفريم ما فرقتش معاه لانه انترنال. الممبر اي بي هشيل البي اكس والبي واي اللي مكتوبين دول وهكتب ار بي. كذلك الممبر ده هشيل البي اكس والبي واي واكتب ار بي. تعالى بقى، في 3 انونز ولا مفيش؟ اه بقى في 3 انونز. بص المساله اتحلت ازاي. طب لو واحد بقى اتغاشم وقال لا ده ما فيش غلطه، ده انا هحل وبعد كده اشوف، هيمسك الفريم يكتب كام معادله؟ ثلاث معادلات، مش هيتحلوا. هيروح للممبر اي بي يكتب كام معادله؟ ثلاث معادلات تاني، ومش هيتحلوا.
بقوا ستة. ها جيل الممبر بي سي كتب ثلاث معادلات ثالث، بقوا كام معادلة؟ بقوا تسع معادلات. اقعد بقى في الامتحان حل تسع معادلات مع بعض. اقول لك ملحوظة في منتهى الأهمية تحطها بمية من ذهب كده في موضوع الفريم. ايه هي الملحوظة ديت؟ لو عدد المعادلات اللي حضرتك طلعتها زادوا عن اتنين والاتنين دول يتحلوا مع بعض يبقى انت بتحل غلط. اقول كمان، اقول كمان، انا بقول ان في مسائل الفريم في مسائل الفريم لو طلعت معادلات اكتر من اتنين وكان المعادلتين دول يتحلوا مع بعض يبقى انت بتحل حاجة غلط. راجع مرة واتنين وتلاتة. طيب ادينا اهو الحمد لله اكتشفت ان البي ديت لازم تترسم بالمنظر ده والمسألة فتحت معايا، وهقول له يا سيدي ده انا هدرس اول حاجة عندي على حسب التشيكس اللي انا حاططها، هدرس الممبر اي بي لان هو اللي عنده 3 انونس اهو، هكتب له كده عنوان جانبي اسمه الممبر اي بي. هتعمل ايه؟ قال له هاخد المومنت عند الاي، كلام العادي بقى، سيجما مومنت ات اي. لما اخد المومنت عند الاي هلاقي 900 بالماينس وهلاقي الار بي بالبلس في البعد اللي هو مدوني جاهز اهو 8 من 10 المسافه من هنا لهنا 8 من 10 متر، يبقى في 8 من 10 ايكوال 0. طبعا من هنا جبنا الفاليو بتاعت الار بي، الار بي هتساوي 900 مقسومه على 8 من 10. سيجما اف واي وسيجما اف اكس، سيجما اف واي ايكوال 0 سيجما اف اكس ايكوال 0 اهو، الواي بوزيتيف لفوق والاكس بوزيتيف لايه؟ لناحيه اليمين. يلا بينا تعويض. سيجما اف واي هيبقى عندي الاي واي لفوق، اه بس اصبحت الفورس الار بي مايله فاعمل لها ريزوليوشن. طبعا ريزوليوشن الانجل هنا كانت مديها لي اهو 45، الانجل دي كده 45 يبقى الانجل دي برضو 45، يبقى على الواي هيبقى عندي ار بي كوساين 45 ايكوال 0. من هنا جبنا الاي واي، يبقى الاي واي ماينس 900 على 0.8 روت 2 لان طبعا الكوزاين ب 1 اوفر روت 2. السيجما اف اكس هيبقى عندي اي اكس وعندي ماينس ار بي ساين 45 ايكوال 0. يبقى من هنا جبت مين؟ الاي اكس هتطلع ب 900 على 0.8 روت 2 بالبلس. تعالوا نشك احنا جبنا ايه؟ احنا جبنا الرياكشن اللي عند البن ايه؟ جبت الـ AX وجبت الـ AY وتعالى على الفريم جبت الـ AX وجبت الـ AY. أعمل إيه بعد كده؟ قال لي دايماً أي ستيب من دول لما بتخلصها بترجع هنا. طب أنا خلصت عملت سيرش فور 3 أنونز، خلاص ارجع تاني دور على 3 أنونز. يا دكتور مش إحنا ما لقيناش 3 أنونز غير في الممبر AB؟ أقول لك لأ، ما أنت في حاجات خلاص حسبتها. أنت حسبت الـ RB هنا وهنا، يبقى اصبح الفريم بقى عنده 3 انونز هم سي اكس وسي واي وام 1، واصبح الممبر بي سي برضه بقى عنده 3 انونز هم سي اكس وسي واي وام 1. يعني حضرتك ممكن بعد السطر ده تدرس يا اما الفريم يا اما الممبر. تعالوا ندرس الممبر، تعالوا ندرس الممبر اللي هو بي سي. معادلاتك سيجما مومنت عند السي بزيرو، المعادلة الثانية سيجما اف واي ايكوال زيرو هذا البوزيتيف بتاع الواي، والسيجما اف اكس ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. انا ما بشرحش، انا بقول لك تحل ازاي، يعني اكتب زي كده وفكر زي ما انا بفكر. انا بعد ما كتبت الممبر اي بي وحليته عملت علامة صح على اللي انا حسبته. طب مرحلة تفكيري بعد كده ايه؟ هدور على الثري انونز تاني، لقيت لقيت اكتب عنوانه اهو، كتبت عنوان ده، ده مش شرح يا شباب، ده مش شرح، انت تحل كده وانت بتذاكر تحل كده.
بعد ما كتبت عنوان الممبر كتبت الثلاث معادلات، ما مسكتش معادله معادله، لا كتبت قوانينهم الاول. هبدا بقى اعوض اهو. مرحله التعويض سيجما مومنت اباوت السي، احنا بندرس دلوقتي الممبر ده اللي انا بروسته اهو دلوقتي، ده اللي احنا بندرسه. هاخد المومنت عند السي، طبعا يبقى السي اكس والسي واي طاروا لكن الام 1 مش هتطير، ده كابل مومنت. ال 500 تتضرب في بعدها اللي هو 6 من 10 600 مللي اهو 6 من 10. بعد كده الار بي هيتعمل لها ريزوليوشن، الانجل دي برضو 45 اهي، يبقى بلس ار بي كوساين 45 مضروبه في البعد ده كله 0.6 و0.6 يعني 1.2، كل الكلام ده ايكوال 0. جبنا مين؟ جبنا الام 1 لان طبعا الار بي ايه معروفه. سيجما اف واي هيبقى عندي تعويض بقى ماينس ار بي كوساين 45، انا بمشي من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، محدش يتنطط على الرسمه، ماينس 500. بعد كده بلس سي واي، من هنا جبنا السي واي كفاليو، تطلع بقى بلس تطلع ماينس تطلع زيرو زي ما تطلع. سيجما اف اكس الفورس اللي على الاكس هي ار بي ساين 45، بعد كده بلس سي اكس ايكوال زيرو، من هنا حسبنا مين؟ من هنا حسبنا السي اكس. واضح ان انا ما روحتش لستيب 3 او ستيب 4 في السوليوشن، ده المساله كلها اتحلت من ستيب 2، رغم ان انا اول ما بدات الحل لا 1 نفعت ولا 2 نفعت ولا 3 ولا 4. ليه؟ لان كنت راسم رياكشن غلط، فلازم تتاكد من وظيفه الرياكشن. احنا عندنا هنا التلات انواع بتوع الرياكشنز، عندنا بين اللي هو الاي فرسمناه اي اكس واي واي او اي اكس واي واي، وعندنا الفيكسد سبورت رسمناه اكس وواي ومومنت، وعندنا السلايدر البن بي رسمناه نورمال على مين؟ نورمال على الجايد. تاني باكد ان انا مش قضيتي المساله دي قد ما قضيتي ازاي تفكر، انا بعلمك ازاي تفكر مش بعلمك ازاي تحل المساله دي. فكرنا ازاي؟ قرينا كل ممبر عنده كام فورس عشان ندور على التو فورس ممبر، ما لقيناش بدانا نرسم الفريم، لقينا عدد الانونز كتيره رسمنا كل ممبر لوحده، لقينا الانونز برضو كتيره والاقتراحات كلها باظت، يبقى انا راسم حاجه غلط. اتشيك، مش هروح اكتب معادلات، ما جريش على المعادلات، المعادلات دي اخر مرحله افكر فيها. في ناس منكم بتبقى اول مرحله بيكتب المعادلات حتى قبل ما يرسم الفري بادي دايجرام، يقول لي ما انا كده كده عارف الرياكشن هيبقى اتجاهه ايه، هحل على طول. طبعا الكلام ده كاسلوب تفكير ايه؟ غلط تماما. هسمع سؤال واحد منكم، اتفضل. طيب تعالوا نروح لمسألة تانية مهمة. في المسألة ديت هنستعرض حاجات كتيرة قوي في منتهى الأهمية لينا. تعالوا نحل المسألة اللي مرسومة، بعد كده نحط التعديلات اللي احنا عايزين نوضحها. في المسألة دي بيقول لي determine the horizontal and the vertical components of the reaction that pin A وC exert on the two member arc. هو طبعا هنا في arc هنا AB وarc تاني BC مكونهم two member. هو بيقول لي هات لي الرياكشن عند الA وهات لي الرياكشن عند الC. طبعا دول external يعني ينفع يتجاوبوا من دراسة الفريم؟ هنجرب. كانت ايه أول step؟ search for، تعالوا بقى ما نكتبش كلمات، تعالوا نكتب كلمة واحدة تفكركم. واحد تو فورس ممبر. خلاص كده انتوا افتكرتوا؟ مضمون الكلام تو فورس ممبر. والله أنا شايف هنا إن الممبر AB، الممبر AB ده عنده رياكشن عند الـ A وعنده رياكشن عند الـ B
وعنده الفورس ال 2 كيلو نيوتن، لا ده باظ ده مش هينفع ده. طب نمسك مين الممبر التاني؟ اهو الممبر اللي هو بي سي، عنده ايه؟ عنده رياكشن عند البي، عنده الواحد ونص كيلو نيوتن، وعنده رياكشن عند السي. لا ده هنا يا دكتور معلش مفيش تو فورس ممبر. طيب ستيب 2 ايه فاكرين؟ 3 انونز. ادور على ال 3 انونز. اول ما هدور على ال 3 انونز كده ادور في الفريم، فيبقى لازم ارسم الفري بادي دايجرام للفريم. اهو البن ايه ده عنده رياكشن اي اكس وعنده رياكشن اي واي، البن سي عنده رياكشن سي اكس وعنده رياكشن سي واي، البي ما يترسمش لانه انترنال، وعند الفورس الواحد ونص والفورس الاثنين. هل هنا في 3 انونز؟ لا ما فيش 3 انونز. طب ما تفك كده الفريم، جايز يبقى فيه. يلا بين اهو ادي الممبر ده، وادي الممبر التاني اهو، هنا اي اكس واي واي والفورس الاثنين، هنا سي اكس وسي واي، وادي الفورس الواحد ونص، وده بين انترنال عنده بي اكس وبي واي وعكسهم، اهو بي اكس وبي واي يمين والفوق، هنا بي اكس وبي واي شمال والتحت. هل هنا في 3 انونز؟ برضه لا ما فيش 3 انونز. يبقى الستيب رقم 2 مالها؟ الستيب رقم 2 في المساله ديت فشلت اهو، دي كمان باظت. نروح للستيب رقم 3، ايه هي؟ 4 انونز. يبقى انا ما اروحش جري على ال 4 انونز غير لما ال 3 انونز تفشل بالكامل، فشلت فعلا ما فيش 4 انونز. بس فاكرين كان عنوان شرطهم ايه؟ 3 at a point. انا بختصر في الكلمات بقى عشان ايه؟ تبقوا حافظينها. 3 reactions at a point. الفريم عنده الاي، بيمر بالاي كام رياكشن؟ 3. مين هما؟ اي اكس واي واي وسي اكس، بتمر بنقطه اي او نقطه سي، عندها سي اكس وسي واي واي اكس. تنفع؟ تنفع. لكن الاي بي ممبر اي بي ما ينفعش، والممبر بي سي برضو ما ينفعش. بس يبقى ستيب رقم 3 مالها؟ نفعت. هتدرس مين؟ هدرس الفريم، ما هو اللي حقق الشرط بتاعي. فاجي اقول له كده الفريم، عنواني الفريم، حط تحتيه ثلاث معادلات بتوعك، سيجما مومنت ايكوال زيرو. طبعا ناخد المومنت عند الاي او السي مش فارقه، ايه اهو سيجما مومنت ايكوال زيرو، سيجما اف واي ايكوال زيرو، سيجما اف اكس ايكوال زيرو. اللي شايف كل مساله موضوع يبقى هو مش فاهم. هي نفس الستبس نفس البروسيدور اهو. يلا بينا نسبستيتيوت. لما ناخد مومنت اباوت الاي تاني، اي اكس هتطير، اي واي هتطير، سي اكس كمان هتطير، هيتفضل مين؟ سي واي والواحد ونص والاثنين. الاثنين دي هتتضرب في 0.5 وهتلف في ماينس، يبقى ماينس 2 في 0.5. الواحد ونص هتلف برضه ماينس في بعدها اللي هو 1. بعد كده بلس السي واي في بعدها اللي هو كام بقى؟ بصوا خلي بالكوا ده ريديوس، يعني من هنا لهنا 1.5 ومن هنا لهنا برضو 1.5، يعني كله على بعضه كام؟ 3 ايكوال 0. جبنا مين؟ جبنا السي واي. يبقى السي واي ايه؟ اتحسبت. سيجما فورسز على الواي، اي واي بالبوزيتيف ماينس 2 لانها مرسومه لتحت، بلس سي واي ايكوال زيرو، جبنا مين؟ جبنا الاي واي، اتحسبت. سيجما اف اكس هيبقى عندي اي اكس، عندي اي اكس، عندي 1.5 وعندي بلس سي اكس ايكوال زيرو. امسك، ما عرفتش احسب حاجه، يبقى دي كده ايكويشن كام؟
ايكويشن رقم واحد. طب يا دكتور بعد ما عملت كده اروح فين؟ انا هو درست الفريم وستيب رقم 2 فشلت وستيب رقم 3 هي اللي نفعت، اعمل ايه بعدها؟ قلت لك اي ستيب تنفع تعمل ايه؟ ترجع هنا. طب يا دكتور ما انا لو رجعت هنا هرجع تاني ادور على الثري انونز. اه ما انت هتلاقي بقى المره دي. ليه؟ بصوا كده، انت حسبت السي واي وحسبت الاي واي، فاصبح الممبر ده عنده ثري انونز اي اكس بي اكس بي واي، والممبر التاني برضو عنده ثري انونز اللي هم سي اكس وبي اكس وبي واي. طبعا اللي درسناه ما ندرسوش تاني، احنا درسنا الفريم خلاص بندرس الفريم تاني. يبقى انا هقول له هنا هدرس الممبر اللي هو اي بي مثلا، معادلاتك سيجما مومنت ايكوال زيرو. تعالوا ناخد المومنت عند البي عشان نطير بي اكس وبي واي، هناخد المومنت هنا. فيبقى عندي الاثنين طبعا المسافه من هنا لهنا 0.5، يبقى اللي فاضله كام؟ 1. هكتبها لكم اهو بالتفصيل، يبقى 1.5 ماينس 0.5. بعد كده ماينس الاي واي في كام؟ في بعدها اللي هو 1.5 بعدها عن البي، وبلاس الاي اكس برضه بعدها عن البي اللي هي 1.5. جبنا مين؟ جبنا الاي اكس، هي اللي ما كانتش معروفه. طب ما انت جبت الاي اكس، روح عوض في ايكويشن 1 جبت السي اكس. اكمل ولا المساله خلصت؟ لا المسألة خلصت، الرياكشن اللي عند الاي اتحسب والرياكشن اللي عند السي برضو ايه؟ برضو اتحسب. يبقى انا هنا في المسألة ديت اضفت جديد. ايه هو الجديد؟ ان ما كانش فيه 3 انونز خالص. فعملت ايه؟ رحت للفور انونز، بس لازم يكون البارت اللي هدرسه 3 منهم متقابلين في بوينت ايه؟ في بوينت واحدة. طلع الفريم محقق الكلام ده، طبقت، طلعت معادلة. شفتوا رقمت كم معادلة؟ هي معادلة واحدة اللي رقمتها مش معادلتين. طب تعالوا نعمل تعديل في المسألة دي. تعالوا مثلا نشيل الفورس الواحد ونص، يعني المسألة الجديدة هتبقى عاملة كده. او تعديل، التعديل نحذف الواحد ونص كيلو نيوتن، يعني الرسمة هتبقى عاملة كده اهي، هتبقى كده. ادي نقطة بي، هنا في فورس اللي هي الاتنين كيلو نيوتن، وهنا في المسمار اللي عند الاي، وهنا في مين؟ المسمار اللي عند السي، اي سي، وهنا مين؟ وهنا ايه؟ ايه اللي هيختلف في الحل؟ حد عارف؟ ها؟ انا شلت الفورس. ايوه الله عليك، الممبر بي سي بقى تو فورس ممبر. تو فورس ممبر. طب ودي مهمه يعني؟ طبعا مهمه. احنا قلنا لما بيكون في تو فورس ممبر بيبقى الرياكشن على امتداد الممبر ده، يعني انا هوصل نقطه سي بنقطه بي، اصل الممبر هنا كيرف مش ستريت لاين، هوصله من ستريت لاين اهو، وافرض ان هو مشدود فقام حاطط رياكشن كده. الرياكشن ده نسميه ايه؟ اف بي سي. طب هيميل بزاويه كام؟ اصل هو واخد ربع الدايره اهو، ربع الدايره، يعني معنى كده ان الانجل دي ب 45 ديجري. وعند الاي هرسم اي اكس وهرسم اي واي. طبعا انا لما عملت كده بقى عندي كام انون؟ بقى عندي 3 انونز. هقول له ان انا هدرس الفريم، مش هفك حاجه بقى. سيجما مومنت حوالين الاي ايكوال 0، سيجما اف واي
equal 0 سيجما اف اكس equal 0. تعالوا كده ناخد المومنت عند الاي، هاخد المومنت هنا، يبقى الاكس والاي واي طاروا، يبقى ماينس 2 في نص. كله كويس. الاف بي سي ده هيتعمل له ريزوليوشن، حاجه هنا وحاجه هنا، هيبقى ماينس اف بي سي كوساين 45 مضروب في البعد ده كله اللي هو 3. جبنا مين؟ جبنا الاف بي سي. خلي بالكم ان الاف بي سي ده هو نفسه الرياكشن اللي عند السي، وهو نفسه الرياكشن اللي عند البي لو كان طالب الرياكشن اللي عند البي. سيجما فورس على الواي، اي واي ماينس 2 ماينس اف بي سي كوساين 45 ايكوال 0. من هنا جبنا مين؟ الاي واي. ولاحظ هنا الاف بي سي هتطلع بالماينس، هتطلع مثلا سي ماينس 3. لما اجي احطها في الايكويشن هنا احطها كام؟ ماينس 3. طب يا دكتور ده في ماينس، فتبقى بلس. يبقى اللي تجيبه تحطه بقيمته واقشرته، اوعى تغير في الفري بادي دايجرام بعد ما رسمته خلاص. اوعى تقول لي ده الفورس طلع بالماينس فهعكس السهم، لا تعكس حاجه ولا تعدل حاجه. السيجما فورس على الاكس اخر قانون اهو، هيبقى عندي اي اكس ناحيه اليمين اهو، وعندي بلس اف بي سي ساين 45 ساين 45. كل الكلام ده ايكوال 0. من هنا عرفنا مين؟ من هنا عرفنا الاي اكس. يبقى انا كده طلعت له بان حسبت الاي اكس وحسبت الاي واي وحسبت كمان مين؟ الار سي اللي هي نفسها الاف بي سي. طب تعديل كمان واسمع اسئلتكم بعد ما اعمل التعديل الكمان ده. وتعالوا التعديل الكمان ده نعمل له سلايد جديد اهي، كان جاهز زي معمول. بصوا بقى ركزوا معايا في الرسمة ديت جدا. أنا هاجي أعمل كده أهو، أدي الإيه، معلش الرسمة بتاعتي عار شوية أهو، الحمد لله طلعت كويسة شوية يعني، شوية أوي بس أهو. نيجي نعمل كده أي. انا عايز ابقى اخد كورس رسم معاكم عشان اعرف ارسم. هنا كانت ايه صح؟ كانت ايه، وهنا كانت سي، وهنا كان في بي، ادي بي اهي، وكان في فورس هنا كانت 2 كيلو نيوتن، وكان في فورس هنا كانت ايه؟ 1 كيلو نيوتن. خلي بالكم ان انا ما حولتش الكيلو نيوتن، ما ضربتهاش في 1000. وكان السنتر بتاع السيركل كان هنا، يعني كانت المسافه ديت 1.5. ايه رايكم بقى لو انا عملت كده؟ هنا اهي 1.5، بس قلت الانجل دي، الانجل دي 30 ديجري، وجيت بقى هنا هنا وقمت راسم البن ده كده، انت جاي عامل قاطع كده، عامل كده، وقلت دي نقطة ايه، ولغيت الجزء ده. شايفين الجزء ده؟ ما بقاش موجود. عملت ايه؟ رفعت البن لفوق شوية، رفعت البن لايه؟ لفوق شوية. وجيت قلت لك برضو هات لي الرياكشن اللي عند الايه بكام؟ وهات لي الرياكشن عند السي برضو بكام؟ ايه التعديل اللي انا عملته التاني؟ رفعت البن ايه لفوق بزاوية 30 درجة. بس ده كل اللي انا عملته. طب ايه المشكلة يا دكتور؟ انا عندي خطوات همشي عليها، مش هخاف من اللي انت هتعمله. انت قلت لي اول حاجة ادور على التو فورس ممبر، مفيش. اهو مفيش، مفيش تو فورس ممبر. قلت لي الحاجة التانية ادور على 3 انونز. يلا بينا. عشان اعرف 3 انونز لازم ارسم فري بادي دايجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام للفريم هلاقي عندي هنا سي اكس، وعندي هنا سي واي، وعندي الاي عندي اي اكس، وعندي اي واي اهم. انا خايف امسح الحته اللي انا مشخبطها دي
لحسن تمسح الرسمه كلها، المسح بيسمع في الخطوط كلها، فخايف ايه ادوس مسح كل ده يطير، عشان كده شخبطت. واضح ان هنا مفيش 3 انونز، دول 4. طب تعالى يمكن نلاقي في اي ممبر من الممبرز، اهو نرسم الممبرز، ادي ممبر اهو، اللي هو الممبر بي سي، والممبر الثاني اللي هو اقصر منه شويه، ده مش قده، اقصر منه سن اهو، ادي الاي وادي البي تاني. يلا نرسم الفري بادي دايجرام بتاعها. نقطة سي عندها سي اكس وعندها سي واي، هنا في فورس 1.5، هي كانت 1.5 مش 1.5، دي 1.5 كيلو نيوتن. واضح ان انتوا النهارده نايمين، محدش بيصحح لي حاجه خالص. 1.5 كيلو نيوتن، المترمات قضت عليكم. هنا في اي اكس وهنا في اي واي، وهنا في فورس 2 كيلو نيوتن، اهي 2 كيلو نيوتن. نيجي بقى عند البي، هنا بي اكس وبي واي، وهنا بي اكس على العكس بقى اهو، بي اكس وايه وبي واي. واضح ان ولا حاجه فيهم 3 انونز، كلهم 4 انونز. طب ما ايه المشكله برضه يا دكتور؟ انت قلت لي لو ما لقيتش 3 انونز اروح على ال 4 انونز، يبقى دي كده ما نفعتش، اروح على 4 unknowns. 2 of them مش 2 بقى، 3 of them concurrent. واضح ان الفريم ما عندوش حاجه concurrent، ما انا عليت الاي عن السي زي المساله اللي فاتت، وكده كده الاي بي ما عندوش concurrent والبي سي ما عندوش ايه concurrent 3 فورس، عنده 2 لكن مش 3. يبقى واضح ان الستيب دي كمان ايه باظت. ستيب رقم 5 ايه بقى؟ انت خلاص الاثنين اللي فوق فشلوا، يبقى تروح لل 5 من غير ما تشيك على 2 و 3. 2 و 3 دول لازم ايه نتشيك عليهم الاول. طب يلا نعمل ايه؟ قال لي study 2 parts. 2 parts. طب انا عندي هنا كام بارت؟ عندك 3، عندك الفريم وعندك الممبر اي بي وعندك الممبر بي سي، اختار لك 2 منهم، اختار لك 2 منهم واقسم الصفحه نصين. النوع ده من المسائل بالذات بقسم الصفحه بتاعتي نصين اهو. قررت تدرس مين ومين؟ مش هتفرق خالص. واحد قال لي يا دكتور انا قررت ادرس الفريم وهدرس كمان الممبر بي سي، تمام؟ قلت له ماشي براحتك انت حر. هدرسهم ازاي؟ قال لي ناخد السيجما مومنت ايكوال زيرو ات تو ديفرنت بوينتس. اوعى تاخد عند نفس البوينت. يعني ايه؟ يعني ما تجيش للفريم وتاخد المومنت عند الايه؟ عند السي، وتيجي للممبر بي سي تاخد المومنت عند السي برضو. لا، different points. يعني حضرتك في الفريم خد المومنت عند الاي سواء بالزيرو، لما تيجي للممبر بي سي تاخد المومنت عند السي. طب ليه؟ سوري، عند البي. طب ليه بقى انا بعمل كده؟ الناس بقى اللي صاحيه معايا فهمت انا عايز اعمل ايه. لما اجي للفريم واخد المومنت عند الاي، هطلع ايكويشن فيها سي اكس وسي واي مجهولين. لما اجي للممبر بي سي واخد المومنت عند البي، هجيب معادله ثانيه فيها السي اكس والسي واي. اعمل ايه بالمعادلتين؟ حلهم مع بعض، جبت السي اكس وجبت السي واي. طيب تعالوا ناخد المومنت للممبر بي سي، او هاخد المومنت عند البي، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي سي اكس في 1.5، وعندي سي واي برضه في 1.5، وعندي 1.5 اللي هي الفورس مضروبه في كام؟ هو الطول ده كله
1.5 شيلنا 1 لان هو مدينا لو تفتكروا بقى المسافات كانت من هنا لهنا كانت كام؟ كانت 1 فيبقى اللي فاضله 0.5 يبقى 1.5 في 0.5 ايكوال 0 دي معادله دي كده ايه؟ معادله تعالوا نسميها رقم 2 لان احنا هنجيب معادله ناحيه الشمال من الفريم فنسميها معادله 1 دي رقم 2 عشان هنا معادله 1 تعالوا بقى للفريم ناخد المومنت عند الاي ركزوا معايا في الدايمنشنز هو كان مدينا الفورس ديت كانت بتبعد عن النقطه اللي كانت قديمه بكام 0.5 نيجي نمسك الفورس الاثنين دي لما تلف حوالين الاي هتلف في ماينس يبقى ماينس 2 في كام قال لي في الحته الصغيره دي الحته الايه الصغيره دي الحته الصغيره دي نجيبها ازاي الحته الصغيره ديت محتاجه تعالوا نجيب لون كمان عشان الدنيا هت ايه هتتزاحم دلوقتي نجيب اللون الايه الاخضر مثلا ولا الازرق خلونا في الازرق اهو ال 1.5 بانجل 30 هيديني المسافه من هنا لهنا اهي شايفين المسافه ديت بكام بقى المسافه اللي بالازرق دي هتبقى 1.5 كوساين 30 والمسافه الراسيه دي هتبقى ايه هتبقى 1.5 بس ساين 30 طيب يعني نجيب الحته الصغيره ديت ازاي شايفين شايفين الجزء الصغير ده نجيبه ازاي بقى ده الجزء الصغير ده اهو اللي هنا ده طيب عباره عن 1.5 ماينس 1.5 كوساين 30 هو ده كله 1.5 والحته ديت 1.5 كوساين 30 يبقى الفرق هيديني الايه؟ الجزء الصغير ده. طيب اللي فاضل بقى يا دكتور احنا كل ده بنعمل ده عشان ايه؟ بنعمل كل ده عشان نجيب المسافه دي. شايفين اللي انا عاملها بالاخضر ديت؟ هي دي. بكام بقى؟ قال لي بال 0.5 ماينس الكلام الطويل العريض ده. يعني هتبقى بصوا كده هتبقى 0.5 ماينس ال 1.5 ماينس 1.5 كوساين 30 خلي بالكم ان انا حطيت براكت جوه براكت الناس اللي عندها مشكله في الجيومتري انا عارف ان هي هتسالني في السؤال ده هنأجله لاخر المحاضره سؤال الجيومتري اللي عايز يسال في الجيومتري نأجله لاخر المحاضره يبقى انا هنا ال 2 ضربتها في بعدي عن الاي طب مين كمان؟ قال لي السي اكس والسي واي والواحد ونص طيب الواحد ونص ديت هتلف في ماينس يبقى ماينس واحد ونص في كام؟ في بعد ده عن ده اللي هي 1 ماينس 1.5 ساين 30 في مين كمان؟ قال لي في السي اكس والسي واي بالنسبه للسي اكس هتلف في البعد هتلف بلس في كام؟ في ال 1.5 ساين 30 السي واي هتبقى بلس سي واي في كام؟ في المسافة ديت اللي هي 1.5 بلس 1.5 كوساين 30 كل الكلام ده ايكوال 0 ادي الايكويشن رقم 1 طبعا ايكويشن 1 وايكويشن 2 فيهم سي اكس وسي واي يبقى انا اجي اقول له بقى بعد السطر ده نحل 1 مع 2 نعرف نجيب السي اكس ونعرف كمان نجيب مين؟ السي واي حلينا ديت حلينا ديت نعمل ايه ارجع بقى تاني من الستيب ديت نرجع هنا دور على 3 انونز لا ده بقى تو انونز يا دكتور ده الممبر اي بي بقى عنده تو انونز والفريم برضو بقى عنده تو انونز يعني انا ممكن اكمل على الفريم من الخطوه ديت من بعد حل التو ايكويشنز مع بعض هقول له الفريم سيجما اف واي بزيرو سيجما اف اكس بزيرو لو درست الفريم طلع لي ايه تعالوا هيبقى عندي الواي اي واي ماينس 2 اللي هي الفورس بلس سي واي ايكوال 0 من هنا جبنا الاي واي سيجما اف اكس هيبقى عندي اي اكس وعندي الواحد ونص وعندي السي اكس كل الكلام ده ايكوال 0 جبنا الاي اكس هو كان عايز ايه؟ كان عايز الرياكشن عند الاي وكان عايز الرياكشن عند السي يبقى المساله بتاعتي كده ايه؟ كده خلصت
وحسبت له الرياكشنز عند الاي وعند السي اللي هو طالب. يبقى الثلاث صور دول غطوا كل اللي انا عايزه. غطوا الكيس رقم واحد، كان عندي فور انونز، ثلاثة منهم متقابلين عند الاي او السي. الكيس الثانية لو واحد منهم تو فورس ممبر هرسم الرياكشن ازاي. الكيس الثالثة لو ما كانش متحقق لي لا 3 انونز ولا 4 انونز اعمل ايه؟ تحل 2 بارتس توجذر عشان تقدر تحسب الرياكشنز. تخيل بقى مسألة زي ديت وحضرتك اتغشمت وقعدت تكتب في معادلات وخلاص، فتيجي تمسك الفريم تكتب له 3 معادلات مومنت واي واكس مش هيتحلوا. هتيجي للممبر اي بي نفس الكلام، هتيجي للممبر بي سي نفس الكلام، مع مشكلة عند حضرتك في الجيومتري. يبقى جيومتري وتسع معادلات وامتحان، يعني ضلمة، يعني محتاجة لوحدها اسبوع عشان تتحل. عشان كده لما تذاكر حضرتك لازم تطمن على ان انت بتحل في الوقت المطلوب، مش بتحل وخلاص. الناس اللي قدامي مراحل، في ناس بتتفرج، لا ده في ناس بتسمع، حتى ما بتتفرجش بتسمع بس، وفي ناس بتسمع وتتفرج، وفي ناس بتسمع وتتفرج وتحل بعلامة صح زي ما انا عمال اعمل دلوقتي، ما بيحسبش بايديه. طب امال مين انت امال نعمل ايه يا دكتور؟ لا حضرتك تحل بايديك في وقت، في وقت، يعني انت قررت تحل المسألة ديت تشغل الستوب ووتش بتاعك وتمسك ورقة وقلم، خلصت المسألة تشوف وقتك كان قد ايه. لان افرض المساله ديت وانا بحلها وانا بحطها كدكتور حاطط لها ان الطالب يحلها في تلت ساعه. طب حضرتك المساله دي في البيت حلتها في تلت ساعه، خلاص يبقى انا كده تمام. ما هي الدكتور حاطط لها تلت ساعه، لا ده حاطط لها تلت ساعه في الامتحان. يعني حط فرق البيت من الامتحان ايه؟ فرق البيت من الامتحان ان المساله في البيت ما عليهاش درجات، اللي في الامتحان عليها درجات. المسألة اللي في البيت مش هتتصحح، اللي في الامتحان هتتصحح. المسألة اللي في البيت لا هتنجحني ولا هتسقطني، المسألة اللي في الامتحان هتنجحك وتسقطك. يا نهار ابيض، يعني معنى كده تلت ساعة هحط عليها تلت ساعة كمان توتر. يعني انا لو عايز احل مسألة في الامتحان في تلت ساعة لازم احلها في البيت في عشر دقايق. يبقى الوقت اللي هتحسبه لنفسك في البيت في حل مسألة اضربه في اتنين وهو في الامتحان. ليه؟ لانه امتحان بقى فيه توتر وفيه 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 وفيه، وتحسب للاخر. طبعا ما بقولش الكلام ده تعمله لكل المسائل، لكن على الاقل لكل توبيك تعمله المسألتين، مساله تشيك بيها ومساله تحسن بيها التايم بتاعك. التايم هو الافه الكبرى اللي عندكم. ترجمه اترجم صح؟ دي مشكله. المشكله الثانيه هو زمن حلك للمسألة جوه الامتحان، خارج من الامتحان عارف كل الأسئلة لكن ما لحقتش تحل، دي مصيبة. وطبعا من المشاكل الخايبة اللي هي الجيومتري، لازم تكون ايه عارف او متمكن من الجيومتري. هل في سؤال في الثلاث حاجات دول غير الجيومتري؟ ها؟ بعد اذنك يا دكتور، قول. في كيس 2 انا مش فاهم ليه عملنا الفورس بي سي الفورس او بي سي كده. حلو، تعال نفكها لك ان ديتيل عشان تفهم. بص يا سيدي، انا همسح اللي انا هشخبطه هنا. شايف الممبر اي بي اهو، وادي الممبر بي سي. احنا بنقول ان الممبر بي سي ده تو فورس ممبر، هل دي مفهومه عندك؟ تمام. حلو قوي. لما نقول ان البي سي ده هو تو فورس ممبر معناها ان الرياكشن على امتداد الممبر اهو 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 اف بي سي واف بي سي، فرضنا تنشن اهو. طب انا دلوقتي برسم الفريم ككل، هل رياكشن البي ده يظهر؟ لا ما يظهرش، لان انا هنا هرسمه العكس اهو اف بي سي، وهنا طبعا في اي اكس واي واي، وهنا في الفورس اللي هي كام؟ 2 كيلو نيوتن. بص شايف التو ممبر الفكه ديت، لو انا ضميتهم يحصل ايه؟ يحصل الاف بي سي اللي هنا تلغي الاف بي سي اللي هنا، ويفضل مين؟
يفضل ده ويفضل الاي واي ويفضل الاي اكس، وطبعا كده كده هتفضل الفورس اللي هي ايه ال 2 كيلو نيوتن، وهو ده اللي انا رسمته في الفريم. وصلت؟ تمام شكرا دكتور. العب تعالوا بقى نمسحها عشان ما تلخبطش الايه، ما تلخبطش الناس. طيب دكتور قول. بعد حضرتك انا عندي سؤال معلش. اسال. طيب هو حضرتك قلت المحاضره اللي فاتت ان the force is a sliding vector، هل انا ممكن اعمل دوت على الرياكشن بتاع السبورتس ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع جدا، ينفع جدا. عايز تعمل ايه؟ عايز تزحلق الاف بي سي؟ ما ده اللي كنت بسال بيه، هل ينفع ارفعها 30 درجه لفوق وكده؟ طبعا ينفع. اهم حاجه ما تغيرش زاويه ميلها، يعني احنا ممكن مثلا الاف بي سي ده نشيله نحطه عند البي، ينفع. نتعامل بيه على انه هنا. شايف السهم اللي انا رسمته دلوقتي ده؟ ايوه ينفع، وتتعامل معاه على انه هنا بس، وتاخد المومنت عادي خالص، وسيجما اف واي وسيجما اف اكس، ولا تخاف من حاجه. انت تعرف ان في بعض المسائل حلها معتمد على اللي انت قلته ده، يعني انا مخلي درجه الصعوبه تنزل للصفر لو نقلت الفورس في بعض المسائل، تخيل. يعني ممكن احط لك الفورس في مكان الجيومتري بتاعته مكلكعه قوي، وانت لقطت بعينيك مكان الجيومتري بتاعته سهله قوي، تعمل ايه؟ تسلايد الفورس ليها، بس اوعى تغير زاويه ميلها على نفس اللاين، ايه على نفس اللاين بتاعها، بس هتلاقي نفسك الجيومتري بقت ايه في السالك خالص. حلو سؤالك. تمام شكرا. العفو. في اسئله تانية غير الجيومتري دكتور؟ ولا هو انا كان ينفع، يعني كان ممكن افترض دايركشن تاني غير حضرتك برضه؟ ايه تاني؟ قول تاني، معلش الصوت مش واضح. الدايركشن بتاع الاس بي سي كان ينفع اعمله العكس؟ يعني ينفع تفرده كومبريشن، بس انا بجهزك للتراسز، بجهزك للتراسز. في التراسز دايما التو فورس ممبر بنفرده تنشن. ليه؟ هقول طبعا في موضوع التراسز هقول ليه. فعشان كده من دلوقتي بعودك ان التو فورس ممبر نفرده تنشن. كلمه نفرده دي معناها ان الفرد العكس مش غلط ولا حاجه. انا عارف انت ليه قلت كده، عشان انت شايف ان هي هتطلع كومبريشن، اللوجيك بيقول انها هتطلع كومبريشن. بس يعني خليها دايما فرضها تنشن، ولو طلعت العكس يبقى هي كومبريشن، ماشي كلام؟ لكن صح طبعا مش غلط اللي انت بتقوله. تعالوا نمسك اخر بروبلم عندنا في التوبيك بتاع الفريم النهارده. انا بالمسائل بتاعه المحاضره اللي فاتت والمحاضره ديت باذن الله يعني غطيت لكم كل الافكار اللي ممكن تجي لكم في الفريم، سواء السنه دي او سواء لو قابلتكم في اي كورس بعد كده لحد ما تتخرجوا. السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي determine the horizontal، تعالوا نشاور عشان تتابعوا معايا، the horizontal and vertical components of the reaction at A و B و C. وخلي بالك ده في اسطوانه هنا، الاسطوانه ديت وزنها كام؟ 80 كيلو جرام. واضح انه هنا طالب كل حاجه، طالب الرياكشن عند الA وطالب الرياكشن عند الB وطالب الرياكشن عند السي. انا ما بخافش، انا عندي خطوات هطبقها. اول خطوه هدور على التو فورس ممبر. تعالوا نسمي النقطه ديت نقطه اي عشان نعرف نتكلم سوا. البي سي اي مش تو فورس ممبر، البي سي اي مش تو فورس ممبر. ليه؟ رياكشن عند البي ورياكشن عند السي وفورس قيمتها 80 جي عند الاي، لان ده حبل، يبقى ده مش تو فورس ممبر، مالتي فورس ممبر. طب الممبر اللي هو اي سي دي، عندي رياكشن عند الاي وعندي رياكشن عند السي وعندي رياكشن عند الدي، بس ده كمان ايه؟ مالتي فورس ممبر. يبقى المساله ديت ما فيهاش تو فورس ممبر.
نيجي بعد كده نعمل ايه؟ قال لي ندور على الثري انونز. الستيبل تانية ندور على الثري انونز. نسكت سنة كده، كنت بفكر في تأليفة هقولها لكم بعد ما نخلص شرح المسألة دي. اختراع كده جت في بالي دلوقتي، الاختراعات بتاعت الدكاترة ما بتخلص، خلي بالكم. ثري انونز، لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام للفريم، تعالوا كده ناخد اللون الاحمر عشان الفورسز، هيبقى عندي هنا اي اكس وعندي اي واي، هيبقى عندي هنا بي اكس وعندي هنا بي واي. وطبعا ما ننساش الاسطوانة دي ليها وزن، هيبقى 80 مضروبة في الجي، الجي هنشيلها ونحطها ب 9.81. واضح ان دول فور انونز مش ثلاثة ولا حاجة. طيب نفك كده كل جزء لوحده، يمكن الدنيا تختلف. فاكرين هنفك البولي اهي، ونفك الممبر، ونفك الممبر التاني، نفكهم جنب بعض عشان ما تهش. ادي نقطة اي، وادي المسمار سي، وادي المسمار بي. هنا اي برضو، وهنا السي تاني، وهنا مين؟ الدي. ادي الدي، وطبعا قلنا نبدأ بالبولي. هنا في حبل يشد هنا كمان، تعالوا ناخد اللون الأحمر بتاعنا. هنا 80 جي وهنا نفس ال 80 جي، يبقى معنى كده إن البن ده ليه رياكشن لفوق. راجعوا السلايد بتاعت الرياكشن بتاعت البولي، يبقى هنا في رياكشن ار دي هيساوي كام؟ 2 في 80 جي، يعني 160. طبعا الار دي أجي هنا أعملها العكس، يبقى هنا ار دي وخلاص اتعرفت. السي هيبقى عندها هنا سي اكس والسي واي، والاي عندها اي اكس واي واي. نمسك الممبر ده، هنا في التنشن بتاع الحبل اللي هو 80 جي، السي اكس والسي واي اترسموا قبل كده، يبقى سي اكس والسي واي اهم، البي اكس والبي واي اترسموا قبل كده بس ما يتعكسوش لان دول مش انترنال، السي بس هو الانترنال، بي واي. واضح برضو؟ طبعا البولي خلاص اتحرق مش هيدرس تاني. الممبر بي سي اي والممبر اي سي دي الاثنين مش ثري انونز، بس يبقى خطوه الثري انونز مالها؟ اتضربت بالنار، نرميها ونروح على الستيب رقم 3. ايه هي؟ فور انونز، ثري اوف ذيم كونكرنت. طبعا اللي منكم هيشوف كل مسألة على انها موضوع مختلف يبقى هو ما فهمش حاجة. انا هو كل مرة عمال اعمل ايه؟ اكتب لكم نفس خطوات التفكير، ملكمش حجة ان شاء الله. فور انونز، ثلاثة منهم concurrent point، واضح اللي بيحقق الكلام ده هو الفريم او الممبر بي سي اي. ادرس اللي يعجبك منه. انا هدرس يا سيدي الفريم، في ناس بتحب او تدرس الفريم، اهو الفريم اهو. معادلاتك سيجما مومنت حوالين الاي او البي، مثلا الاي ايكوال زيرو، سيجما اف واي ايكوال زيرو، ادي البوست بتاع الواي، سيجما اف اكس ايكوال زيرو، ادي البوست بتاع الاكس. يلا نسبستيتيوت. سيجما مومنت حوالين الاي، احنا بندرس الفريم بقى دلوقتي اهو، لما اخد المومنت حوالين الاي الاكس والاي واي يطير والبي واي يطير، يتفضل بي اكس ماينس بي اكس في 0.5، وفي ال 80 جي اللي هي ديت ماينس 80 جي في البعد اللي هو كام بقى؟ هكتبه لكم بالتفصيل، 1 زائد 0.7
زائد 0.1 زائد 0.1 تاني. ليه؟ لان انا من الاي همشي الريديوس مرتين، من هنا لهنا مره ومن هنا لهنا مره تانية لحد ما اوصل لل 80 جي. كل الكلام ده ايكوال زيرو. جبنا مين؟ جبنا البي اكس اهو. سيجما اف واي هيبقى عندي اي واي وعندي بلس بي واي وعندي ماينس 80 جي ايكوال زيرو. امسك دي معادله انا ما جبتش منها اي حاجه، معادله رقم واحد. سيجما اف اكس هيبقى عندي اي اكس وعندي بي اكس. في حد تاني؟ لا مفيش حد تاني. الكلام ده ايكوال زيرو. طب ما انت معاك البي اكس، يبقى انت اوريدي عرفت مين؟ عرفت الاي اكس. يبقى انا خلصت الفريم. خلصت الفريم. حسبت ايه؟ قال لي حسبت البي اكس ودي موجوده هنا وهنا، وحسبت الاي اكس ودي موجوده هنا وموجوده هنا. طبعا اصبح احنا طبعا كده كده بنعمل ايه؟ بنرجع لقبل ستيب 2. بقى في 3 انونز. بقى في 3 انونز، الممبر العدل والممبر المايل. طبعا احنا بنروح للممبر العدل. عدل يعني ايه؟ يعني افقي او راسي، هوريزونتال او فيرتيكال. يبقى الممبر بي سي اي هتعمل ايه؟ قال لي هاخد المومنت عند السي هسويها بالزيرو. لما اخد المومنت عند السي هطير السي اكس والسي واي والبي اكس، يتفضل 80 جي والبي واي. المسافات هنا 0.7 وهنا 1. اوعوا تنسوا المسافات، اخدتها من على الرسمه الاصليه. يبقى ال 80 جي في ال 0.7 ماينس البي واي في ال 1 ايكوال زيرو. من هنا حسبنا البي واي هتطلع ب 80 في 9.81 في 0.7. شلت بقى جي وحطيتها بايه؟ ب 9.81. عوض بقى بالبي واي دي في 1 في ايكويشن 1. جبنا مين؟ جبنا الاي واي. خلصت المساله ولا لسه؟ تعال نشوف. هو كان طالب الرياكشن عند الاي واديني حسبته اكس واي، وكان طالب الرياكشن عند البي وحسبته اكس واي. طب الرياكشن عند السي جبته؟ لا لسه. خلاص كمل معادلاتك، لسه عندك معادلات. سيجما اف واي ايكوال زيرو وسيجما اف اكس ايكوال زيرو. مين الفورس اللي على الواي؟ احنا لسه في الممبر بي سي. يبقى عندي بي واي لفوق، سي واي لتحت، يبقى ماينس سي واي بلس 80 جي ايكوال زيرو. من هنا حسبنا السي واي. سيجما اف اكس الفورس اللي على الاكس هيبقى بي اكس ماينس سي اكس ايكوال زيرو. من هنا قدرنا نحسب السي اكس كده. يبقى احنا خلصنا المساله، حسبنا كمان الرياكشن اللي عند مين؟ اللي عند السي. طب لو انا جبت المساله هي هي بس عملت تعديل بسيط خالص، تعالوا كده نشوف التعديل البسيط ده ايه. اهو ادي البن بي وادي الدي، كانت البولي موجوده هنا، كان هنا في 80 جي صح. جيت انا بقى عملت ايه؟ الحبل، شايفين الحبل مربوط فين؟ من هنا لهنا. لا انا همسحه من هنا وهربطه من هنا لهنا على المسمار، هربطه على المسمار سي. تفتكروا ايه اللي هيتغير في الحل لو انا عملت كده؟ حد يقدر يقول لي؟ دي ها انا عملت ايه؟ شلت الحبل من عند نقطه اي ربطته في المسمار سي، ايه اللي هيتغير في الحل؟ الرياكشن عند الدي. ار دي واحد بس يتكلم. الار دي اتجاه الرياكشن عند الدي.
اهي. طب اتجاه الرياكشن عند البي هيبقى ازاي؟ عند الدي، عند الدي، عند الدي. انا مش عايز الدي في حاجه. ممكن البي سي تبقى تو فوس ممبر. الله عليك، الله عليك، والله انتوا احلى جروب فعلا. لان انا لما ربطت الحبل عند السي اصبح السي دوت مسمار ممكن يروح مع الممبر اي سي دي، فيبقى اقدر اتعامل مع البي سي ده على انه تو فورس ممبر. طب ولو هو تو فورس ممبر هيبقى الرياكشن بتاعه ازاي؟ هيبقى الرياكشن بتاعه على امتداد الممبر اهو. هاجي هنا احط اف بي سي، واجي هنا احط اي اكس واي واي، وكده اوريدي انت عندك الفورس هنا 80 جي. هيبقى المسألة بسيطة خالص لان هما 3 انونز، تقدر تاخد سيجما مومنت وسيجما اف واي وسيجما اف اكس تحسب الرياكشن. يبقى بصوا هنا لو المسألة كانت كده هدرس بس الفريم واخد سيجما مومنت عند الاي ايكوال زيرو، اجيب الاف بي سي. طبعا الاف بي سي دي هتبقى هي نفسها الرياكشن اللي عند البي، وهي نفسها الرياكشن اللي عند السي. وسيجما اف واي ايكوال زيرو هجيب الاي واي، وسيجما اف اكس ايكوال زيرو هجيب الاي اكس، وتبقى المساله خلصت. وتبقى المساله ايه؟ خلصت. طب تعالوا بقى لزميلنا اللي قال ان الشد هيبقى مايل. عارفين لو دخل في قصه الشد هيبقى مايل، هو خبط دماغه في الحيط بمعنى الكلمه. وفي حيط ايه؟ ده حيط خرسانه. تعالوا نشوف ليه. اولا الحبل اللي انا ميلته ده انا مش مديك زاوية ميله، ده واحد. طب هتجيب زاوية ميله ازاي؟ قال لي يا دكتور من الدايمنشنز. مش هتعرف. طب ليه مش هتعرف؟ لان انت هتعمل ايرور رهيب جدا. هتقوم جاي موصل لي، تعالوا كده نقول الراجل ده هيعك في ايه، هيفك الحبل ده فيحتاج ميل الخط بتاع الحبل، فيقول لي خلاص يبقى المسافة الرأسية ديت هي، هيلاقي نفسه مش عارف يجيبها. والمسافة الأفقية هي 0.7، ودي مسافة غلط لأن الإي مش دي، الإي عند طرف الـ عند طرف الـ طرف البولي مش جوه. يعني معنى كده إن إيجاد ميل الحبل اللي أنا مميله ده مستحيل. هتيجي تفك بقى البولي وتقعد تعمل ريزوليوشن ومش هتطلع بحاجة. شايفين التركات بسيطة ازاي؟ التركات البسيطة دي اقدر اتفاداها بايه؟ اقدر اتفاداها بالستيبس اللي الدكتور قال عليها. واحد، دور على التو فورس ممبر. شايفين المسألة اللي انا اديتها لكم دلوقتي دي؟ لو ما لقيتش التو فورس ممبر المسألة دي مش هتتحل. يبقى فاكرين كنت قلت لكم عدم ايجاد التو فورس ممبر ممكن في مسألة ما يعملش حاجة، وفي مسألة تانية يصعبها شوية، وفي مسألة تالتة يخليها مستحيلة الحل. فالله أعلم أنت مين في دول. يتفضل السؤال عايز أجاوبه اتسألته من طلبة غيركم. السؤال ده بيقول إيه؟ بيقول يا دكتور أنا لما بصيت في الكتاب لقيت أنه في المسائل ما بيشيلش البولي من على الممبر اللي موجود عليه. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح جدا، بس أنا لما بشرح لكم الطريقة اللي تنفع لكل المسائل. ايه اللي انا بقوله ده دلوقتي؟ لو انا جيت رسمت لكم بولي الخطوط فيها عدلة، يعني شايفين البولي ديت اهي، ده السنتر. لو كانت الفورس هنا يبقى انا عارف ان الريديوس هو البعد العمودي، ولو انا رسمت الفورس هنا يبقى انا عارف ان الفورس ايه، ده البعد العمودي. يبقى الريديوس بيبقى بعد عمودي في حاله ايه؟ في حاله لما يكون الفورس في المكان ده او المكان ده او المكان رقم 3 او المكان رقم 4. يبقى لو الفورس في احد في مكان من الاماكن دي يبقى الدنيا تمام. لكن لو كانت الفورس مايله، مايله ازاي يا دكتور؟ مايله كده اهو. تعال نرسم الديسك ده اهو، وادي السنتر اهو، وجيت رسمت فورس بس هنا. الفورس دي مايله. تقول لي طب ما خلاص يا دكتور ما هو برضه اهو ده البعد. لا استنى، مش حضرتك هتعمل ريزوليوشن؟ اه هعمل ريزوليوشن، تعال اعمل ريزوليوشن. لو جيت عملت ريزوليوشن
هتلاقي ان الفورس ديت بقى ليها كومبوننت هنا وليها كومبوننت هنا. يعني لو ده تي والانجل ديت ثيتا هيبقى هنا في تي كوساين ثيتا وهنا في تي ساين ثيتا. شايفين هتحتاج ايه؟ هتحتاج البعد ده وهتحتاج البعد ده. طب ودول هجيبهم ازاي؟ تقعد بقى شويه جيومتري كده مكلكعه، هنا ار وهنا دي ثيتا، تبقى ديت برضو ثيتا، يبقى الحته ديت هي ار كوساين ثيتا والحته ديت هي ار ساين. ايه العك ده كله؟ ايه العك ده كله؟ فعشان كده انا بقول لك ان انت ممكن ترسم والبولي على الممبر. يعني اهي شايفين المساله اللي فاتت اهو، ممكن تعمل كده، كانت هنا نقطه دي صح، وكان هنا في فورس 80 جي، وكان هنا في فورس 80 جي، وهنا كان في سي اكس وسي واي، وهنا كان في اي اكس واي واي. ده حل. الحل التاني زي ما انا عملت، انا رسمت الممبر ده لوحده والبولي لوحدها، جيت هنا قلت 80 جي 80 جي، يبقى هنا في رياكشن ار دي ب 2 في 80 جي، وجيت هنا عملت العكس ار دي اللي انا خلاص عرفتها، وهنا سي اكس وسي واي، وهنا اي اكس واي واي. يبقى الحل ده اللي انا بروزته دلوقتي ده هو نفسه ايه الحل ده. هنا مفيش فرق، لكن لو كان احد الفورسز دي مايله يبقى لازم تفصل، لو احد الفورسز مايله يبقى لازم ايه تفصل. فعشان كده انا ريحت دماغي وقلت لكم الطريقه اللي تنفع لكل المسائل. تمام، ارجو ان اكون وضحت كل الافكار اللي موجوده في الفريمز، من ايجاد تو فورس ممبر، من ايجاد مالتي فورس ممبر، من التعامل مع البولي، مهما ايا كان زاويه الميل بتاعتها. الافكار لازم تركز في دماغك، الافكار لازم تركز في دماغك. ازاي ادور على التو فورس ممبر؟ ازاي ادور على الثري انونز؟ طب لو مفيش فين الفور انونز؟ طب لو في فور انونز هل في ثلاثة كونكرنت ولا مفيش؟ طب لو مفيش اعمل ايه؟ ادرس تو بارتس مع بعض؟ طب ادرسهم ازاي؟ طب يا دكتور لو انا دخلت في معادلة واحد ومعادلة اتنين وما تحلوش مع بعض ودخلت في معادلة بتلاتة، لا يبقى انت اكيد حضرتك بتحل ايه؟ بتحل غلط. تراجع اللي انت كتبته ستيب باي ستيب لحد ما توصل للايه؟ للاوبتيمم سوليوشن بتاعك. كل ما تكون الحل مباشر كل ما يكون ايه؟ كل ما يكون الطريقة اسهل والوقت بتاعك اسرع. تعالوا نوقف الريكورد.